السلام عليكم، كديرين؟ بخير. سميتني نعيمة. انا هاد المباراة ديال خالتي كتنوض مع السبعة كطيب، وكنطيبو داكشي ديال الليل، كنطيبو مطيشة وداكشي، وهي تبارك الله راه كيجي 1060. خاص كلشي الناس يشدو، هي ما كتحملش يشد شي واحد ما يشدش. والله الا رباح جاو شي وحدين تخرو حتى اللفان عاد جاو، طلعت مسكينة حتى الفوق وجابت لهم الفطور. حيت هادشي كلشي غالي دابا، الزيت غالية، البصلة غالية، وصلت 300 دريال، المطيشة، العطرية، كلشي غالي. يعني 1060 تبارك الله، غير اللي مقيد واللي ما مقيد راه كيجي تبارك الله كثر. والله الا البارح شحال واحد جا بلا ما مقيدش، وكيمشيو باقي للداخلة، كيشارجيو الطوموبيلات للداخلة، كيفرقوا في السلام، زعما عطا الله الخير. ولكن بالنسبة للغالي راه قصح الغالي هو اللي قصح. الحليب غالي، الحليب شحال خصك في النهار، البيض 30 ريال، غالي، كلشي غالي. كنتمناو محسنين حتى هما يتعاونوا معاهم. دابا هاد الخير دابا بادياه مده 6 سنين دابا باش بادية هاد الافطار. ودابا في المحل ديالي انا كنت ندير الكراج على برا، تنكري الكراج، وايامات الكورونا صافي ما سميتها درتو في داري. انا ما وقفت، واخا كاينه كورونا ما وقفت على حسب الافطار، ان الناس دايرين واعديني باش يجوا على حسب الافطار. ودابا راه وصلنا 1060. هادو غير دوك اللي تيدو النوامر اللي مقيدين، هما راه بزاف تيجيو بلا تقييده. وحنا دروكا مع هاد دابا الغلا وهاد سميتو، حنايا دروكا الله يرحمها ليكم تنطلبوا شي محسن يعاوننا عليه شويه، ان الناس راه دايرين نرجاهم ديال الله وفي انايا، ان مع مساكن تيمشوا كلهم فرحانين، تيمشوا مساكن كلشي تمام، داير فطورهم وداك مع الجفاف ومع هادشي، تانا تنفرح تانا يلا تلقى خاطري، ان حيت مشاو حتى هما بخاطرهم. زكريا بن زين نائب الكاتب العام بجمعية سند الأجيال أكادير. الحمد لله اليوم حنا في النسخة السادسة من الإفطار الرمضاني اللي كتقوم به جمعية سند الأجيال أكادير بمدينة أكادير. ارتئينا أننا نعطيه شعار الناس للناس وخير الناس أنفعهم للناس، كان هذا هو شعار النسخة السادسة من الإفطار الرمضاني اللي الحمد لله حطينا أوبجيكتيف أننا نوصلوا الألف إفطار رمضاني في اليوم، وبفضل الله ثم تضافر الجهود ديال المحسنين قدرنا أننا نوصلوا لهذا العدد. من خلال هذا المنبر كنبغيو نشكروا جميع المحسنين، جميع الناس اللي كيتطوعوا مع جميع سند الاجيال اكادير، جميع الناس اللي كيساهموا سواء ماديا او معنويا مع الجمعيه، وكذلك لجميع المتطوعين اللي على قدم وساق من اجل انهم يعني يقوم باعداد هذا الافطار. الناس كيتهلاو فيا، لا مرضى، الله يخليكم، الله يعطيكم الخير، ديما كيعطيو لي الفطور ديالي، الله يعطيكم الخير، يرحمكم الوالدين، الله يسهل عليكم شيني كاين حقنا والدين لا سهل. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.